يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الترند. حلقه النهارده فيها العديد والعديد من الاخبار المتنوعه في مختلف الاصعده، سواء محليا او عالميا، وبالتحديد كل ما يهم جمهور النادي الاهلي، وبالطبع اخبار نادينا الحبيب النادي الاهلي. وعندنا تفاصيل كتير جدا، خصوصا ان الاحداث كتير النهارده في القلعه الحمراء، فالتفاصيل هتكون على مدار حلقه مليئه ببعض الامور الهامه جدا. كمان سؤال حلقتنا النهارده هو هيكون عباره عن رساله من سؤال، بننتظر من حضراتكم تفاعلكم معانا من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام، ورساله حضراتكم لبيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الاهلي قبل مرحله غايه في الاهميه، المرحلة المجهولة بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم. وهنشوف تفاعل حضراتكم في الفقرة الأخيرة من حلقة اليوم. البداية دايما بتكون بأهم العناوين، نروح نشوفها. في ترند الأهلي، الأهلي يقدم موسيماني في مؤتمر صحفي. لسه في ترند الأهلي، رئيس جنوب أفريقيا يشيد بالأهلي ويتمنى التوفيق لموسيماني. أما في الترند العالمي، إصابة ساديو ماني بكورونا تربك حسابات ليفربول. سريعا أقول لحضراتكم أهم المباريات في مختلف الدوريات حول العالم. نبتدي بالدوري المصري. النهاردة نادي مصر بيلعب إنبي في هذه اللحظات، والتعادل إيجابي 1-1. مباراة أخرى هتكون الساعة 5:30 مساء بعد شوية ما بين وادي دجلة وأسوان، وايضا مباراه هتكون مهمه جدا ما بين مصر المقصه وبيراميدز في السهره النهارده الساعه 8:30 مساء. في الدوري الانجليزي في بعض المباريات في الجوله الرابعه من هذه البطوله اللي بيتابعها عدد كبير جدا من الجماهير في العالم كله. تشيلسي كسب 4-0 كريستال بالاس في مباراه انطلقت الساعه 1:30 ظهرا. كمان ايفرتون بيلعب في هذه اللحظات مع فريق برايتون ومتقدم 2-1، اهداف ياري مينا وكلفرت لوين، وبرايتون كان جاب موباي هداف الفريق الهدف الوحيد ليهم. الساعه 6:30 مباراه ليدز يونايتد ومانشستر سيتي، مباراه هتكون مهمه وقويه جدا خصوصا في تواجد مارسيلو بيلسا المدير الفني ليدز يونايتد الملهم لجوارديولا طبعا المدير الفني لمانشستر سيتي. ومباراه هتكون بالليل الساعه 9 ما بين نيوكاسل وبيرنلي في الدوري الانجليزي. الدوري الاسباني، بلد الوليد لعب مباراة مع إيبار انتهت بفوز إيبار 2-1، والساعة 4 ابتدت مباراة أتلتيكو مدريد مع فياريال وتعادل السلبي 0-0. الساعة 6:30 مباراتين، ريال سوسيداد مع ختافي وإليتشي مع هويسكا، والساعة 9 بالليل ريال بيتيس مع فالنسيا. الدوري الإيطالي في عدد مباريات كمان، ساسولو فاز على كروتوني 4-1 في أولى مباريات الجولة، وجنوا الإيطالي بيلعب تورينو الساعة 6 مساء. والمباراة الأخيرة النهاردة في الدوري الإيطالي هتكون ما بين أودونيزي وروما، متعة المشاهدة دايما بتكون أيام السبت والحد في الدوريات الأوروبية المختلفة. عندنا تفاصيل كتير جدا هتكون بعد الفاصل، استنونا.